مجلس الوزراء تحت إشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني تداول في عدد من المشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وهو مشروع ينتظر فيه برشا أمهات هذا أكثر من الآباء. أكيد احنا فاتنا الركب فاتنا لحداش وتسعتاش دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية، نمشي لشارة الركن ثم ننطلق في مختلف مواضيعنا. المشهد الآن حديث الساعة. في حديثنا لليوم قلنا أنه 59 ألف تلميذ يجتازوا بداية من اليوم منظرة السيزيام. أنا فقط شهاب قبل ما نمشي ومع سي منذر عافي مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية، حبيت نوضح كيف ما قال نجم اليوم بداية عملية الإرساليات القصيرة باش يتعرفوا هم على النتائج متاحهم، فقط البكالوريا. فقط شهاب ونجم أنه حسب وزارة التربية البلاغ اللي اصدر على وزارة التربية ما قالوش فيه الإرساليات من وقتاش باش تبدا تتبعث. اللي قاعد يدور البارح ان احنا برشا صار حديث على انه تبعث اليوم الارساليات نهار الجمعه في العشيه ولا السبت الصباح باش تبدا وزاره التربيه ترجع لك الميساج وتقول لك شنو انت جيت فيه. في البلاغ الرسمي نتاع وزاره التربيه ما فيش معناها وقتاش بالضبط وزاره التربيه باش ترجع تبدا تبعث في الارساليات. حسب البلاغ نتاعها تقول انه يتلقى المسجلون بهذه الخدمه ارساليه اس ام اس تتضمن كل تفاصيل نتيجه الامتحان القرار والمعادل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. حبينا نوضحوا للسيدة المستمعين أنه راهو فما اللي قاعد يدور على صفحات التواصل الاجتماعي أنه راهو نهار السبت ولا نهار الأحد ولا يظهر لي نهار الجمعة في الليل باش تبدأ وزارة التربية تجيب وترجع، راهو ماهوش صحيح. وهذا زاد راهو حسب سي منذر عافي البارح تاكدنا منه من المعلومه هذه، خاطر قاعدين هي النتائج المعاهد اللي تتعلق نهار الثلاثاء، هو نهار الثلاثاء يتم الاعلان، لكن راهو اللي خرج وقاعد يدور في وسائل التواصل الاجتماعي ماهوش رسمي وقتها، ولليوم قاعدين يبارتاجيو فيه. حبينا نوضحوا باش ما يعطيوش امال يقعد واحد يستنى، خاطر نعرفوا راهي نتيجه وراه واحد يخدم عام كامل على النتيجه هذه وعلى الميساج هذايا، ما نحبوش نعطيوه يقعد يستنى يقول هاي ما تعرفش. وهي فرصه اخرى وانه سي منذر باش يزيد يعاود يوضح لنا اكيد المرة. جدا صباح النور سي منذر عافي مدير مكتب الاعلام والاتصال بوزاره التربيه. صباح النور سي منذر. سي منذر كنت في الاستماع. نعود نتواصلوا مع سي منذر عافي بعد قليل، مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية. موضوعنا هو مناظرة السيزيام، أكثر من 59 ألف تلميذ يجتازون هذه المناظرة، وكذلك باش نوضحوا النقطة المتعلقة بالتسجيل عبر آلية الاس ام اس فيما يتعلق بمناظرة البكالوريا، توضيح للبلاغ اللي صدر على صفحة وزارة التربية. هو شيء ثم معلومة أخرى تخص السيزيام، البارحة وزيرة التربية أعلنت اللي ما ثماش نية لإعادة ولا لفرض السيزيام كامتحان وطني إجباري لكل التلاميذ على الأقل في الأفق الجديد. يظهر لي هذا كان نقطة من نقاط الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم، لكن الوزيرة كانت حاسمة وقالتها البارح ما ثماش نية على الأقل فترة على هذه، رغم هي ثم بعض الإصلاحات اللي أعلنت عليها ومنها التخفيف في البرامج وفي الكتب وغيرها في المرحلة الابتدائية، لكن السيزيام ماهوش باش يولي إجباري. برشا ناس كانوا يستناو منهم، أنا كنت نتمنى يكون يولي يرجع الامتحان يرجع إجباري للتلامذة الكل باش نعودوهم على الامتحانات الوطنية سواء في السيزيام وفي النوفيام مع البكالوري، خاطر برشا تلامذة وصلوا البكالوري لأول مرة يعدي امتحان وطني، وهذا ما يخلق عليهم ارتباك ونوع من الهشاشة النفسية وعدم الاستعداد، رغم ان هما يعديوا امتحان نسميه احنا باك بلون، هو الامتحان تاع الثلاثي الثالث والاخير، يتعودوا عليه شويه خاطر هو تقريبا يشبه في نفس الامتحان نتاع البكالوريا. على فكره جبت 50 انا في الحساب في السيزيام، جبت 50 وبعدين ضعيف انا في المات، يعني انقلبت المعادله تماما، كنت متميز جدا في السيزيام جبت 50 على 50 وبعدين
المات هو النقلة يظل حتى التوى التوى راهو من السيزيام من السنة السابعة، احنا كنا سنة أولى تعليم ثانوي وقتها، لكن هذه السنة السابعة ديما حتى في القطيحة وحتى في النتائج أنت كتنقل مدرسة للكوليج ولا وقتها ليسي مباشرة، كان ديما برميراني كنت كان برميراني وفي ليسي معنا ما كانتش من الكوليجات، هذاك علاش الإشكاليات حتى نسبة الانقطاع هي تم ديما في السنة السابعة أساسي الأكثر، التسرب في الـ في الـ في المرحلتين يتم غادي أكثر نسبة خاطر ثم نقلة وثم مواد كانت تقرب العربي تقرب الفرنسوية وغيرها. نرجع مرة أخرى مع سي منذر عافي مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية عبر الهاتف. مرحبا بك سي منذر وإن شاء الله كل عام تحيي بخير. أهلا وسهلا يعطيك الصح. اليوم السيزيام سي سي منذر. نعم سيزيام وما أدراك ما سيزيام. اليوم المناظرة الوطنية لدخول المدارس الإعدادية النموذجية اللي تنطلق اليوم وغدوة إن شاء الله 21 و 22 جوان والنتائج سيتم الإعلان عليها يوم 7 جويلية 2024 عنا يتقدموا للمناظرة هذه 59,072 تلميذ. إذا نعملوا مقارنة بسيطة بين العام اللي فات 2023 عن 56,916 يعني أنا الفارق تم زيادة ب 2,156 تلميذ هذه السنة والتلامذة من 59,072 هما يوازوا نسبة 28% من المترشحين من التلاميذ مسجلين عدد مسجلين. التلاميذ المسجلين بالسنة السادسة ابتدائي السنة السادسة أساسي اللي هما 200,400 بالنسبة لنا ال 200,400 هما تلاميذ متميزين بالنسبة لنا التلامذة يقرأوا على واحد لكن فيهم شكون اختار أنه يعمل المناظرة هذه مناظرة للدخول للمدرسة الإعدادية النموذجية يعني أن ما ستفرزه نتائج الدخول المناظرة التلامذة ما يعنيش أن بقية التلامذة غير متميزين ما يعنيش أن بقية التلامذة أنا دونك بالنسبة للمدرسة الإعدادية النموذجية هو هي مجال من مجالات أو فضاء من فضاءات التمدرس البقية مش يدرس إعدادية عادية ما نحبوش التأثير النفسي والقلق النفسي ينتاب غير المترشحين للمناظر ثم هي مسألة اختيارية أعتقد مسألة اختيارية وثم يعني عدم اجتياز المناظرة ما يعنيش أنه التلميذ ما اجتازهاش هو غير متميز ولا غير جدير بأنه أكيد نشجعوا نتلامذة كله سي منظر المدارس الإعدادية النموذجية وغير النموذجية تستوعب جميع تلامذة. سي منذر نجم الدين العكيري. مرحبا بك. يعيشك بارك الله فيك. حبيت نعرف قداش النسبة والعدد المقاعد اللي باش تناظروا عليهم 59,000 هذوما وهل ثم معدلات دنيا ولا اللي يوصل الأولاني هو اللي ياخذ مقعده؟ شكرا سي نجم الدين. عندنا احنا 3,850 مقعد يتناظروا عليها 59,000 وبالنسبة هي مناظرة دونك المعدل الأعلى هو اللي باش يكون عنده الأولوية دونك المعدل في حدود البارة متاع 15 يعني ما تسماش أقل من 15 معدل لكن ديما الأعلى هو اللي باش ياخذ الأعلى معدل يعني نجم 15 ماهوش إجباري يلقى مكان مش بالضرورة لأنه احنا مازال ما استبقش الأحداث أنا عندي 3,850 مقعد عموما 3,850 للمتميزين ليوز الأوائل في المعدلات المعدلات اللي باش يحصلوا عليها في الامتحان اللي باش يجروه اللي يجروا فيه اليوم وغدوة ونهار السبت واللي فيه نحب نذكر اليوم يجتازوا مادة العربية ومادة الإنجليزية غدا يتم اجتياز مادة الفرنسية والإيقاظ العلمي ويوم السبت مادة الرياضيات ونحب نعمل مقارنة زادة في نجم الدين في شهاب بين ذكور في المناظرة هذه عن 26,550 والإناث أكثر شوي عن 32,522
مترشحة في كل امتحانات هذه في كل امتحانات الوطنية لا تقريبا. لا لا في في المناظرة هذه نعيمة نعيمة فرحت بالمعلومة اي نصيرة المرأة هنا يا سي منذر نصيرة المرأة وعاشت المرأة التونسية والمرأة العربية نحن ننصر المرأة وننصر الرجل هذا لأنه متكاملين زوج ومتفاعلين والمجتمع بهم الزوج دونك عندنا إجراءات استثنائية لتضخيم الخط عن 12 تلميذ إضافة ثلث الوقت القانوني لكل حصة عن 48 تلميذ وتقديم المواضيع بطريقة براي زوز يعني باش نقول في الأخير اللي الامتحانات تجرى بنسق عادي مراكز الامتحانات استقبلت التلامذة في جو من 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 الفرح ومن الاستعداد حسن الاستعداد وجه تحية للأولياء وأولياء التلاميذ ونطلب منهم بكل لطف أنهم يضغطوش على تلامذتهم وأنهم يخلوهم على أولادهم ويخلوهم في أريحية وفي جو نفسي مريح باش ما يسلطوش عليهم ضغوط النتيجة وضغوط الامتحان صحيح. خلي الأمور عادية لوزارة التربية راهي قدمت امتحانات في متناول التلامذة وامتحانات مرتبطة أساسا بالبرامج المدرسية في اللي يدرسها التلميذ في القسم يعني دون تسليط ضغوط ودون لأن هي في هذه محطة تقييمية من محطات عديدة سيواجهها التلميذ في حياته الدراسية أكيد وقتاش النتائج بالضبط في 7 جويلية 2024 إن شاء الله 7 جويلية فما مسألة تستحق التوضيح ذكرتها نعيمة منذ قليل ما تعلق بالإرساليات اليوم يبدأ التسجيل في آلية الإرساليات بالنسبة لمناظرة البكالوريا وزارة التربية نزلت بلاغ بهذا الصدد يمكن قد فهم خطأ فما شكون مشى للتأويل وأن وزارة التربية باش تبدأ في موعد معين تجاوب الناس لو توضح لنا المسألة هو هي وزارة التربية ما يتعامل مع مزدي خدمات الاتصالات عند شركات الاتصالات هما اللي باش يعطوا الأجوبة بعد دونك قبل أكيد قبل الموعد الرسمي اللي هو 25 ما حددناش أنه وقت اللي توصل شركات الاتصالات عندها جميع المعطيات المحينة والمريقلة والمراجعة والمنظمة باش هبط تنزلها دونك مش مربوطة فقط بوزارة التربية الآن إعلان عليها باش يتم بالإرساليات القاصرة اللي باش تزديها شركات الخدمات الاتصالية واضح واضح نقطة أخرى أيضا بلاغ تابعناه على صفحة الوزارة ما تعلق بإمهال الأساتذة النواب فيما تعلق بالتحيين أعطيتهم مدة أخرى للتسجيل اي هذيك مدة مرتبطة باعتبار انه الوزارة لكل المندوبات الجهوية الان معناها متفرغة للامتحانات الوطنية تبعا لذلك فالوزارة ارتأت انه تمهل المندوبيات معناها تمدد في عمليات تحيين القائمات وتمدد في عمليات التثبت وفي حجز المعطيات وفي حتى عملية تحيين إلى منتصف شهر جويلية بالنسبة إلى الأساتذة النواب كافة الأساتذة النواب وهذا حرص من السيدة الوزيرة وزير التربية أنها تتوفر لدى كل النواب كل الأساتذة النواب ضمانات رقمنة معطياتهم وحتى ينالوا مستحقاتهم المالية ومعرفة ترتيبهم في قاعدة بيانات موحدة ليتسنى فيما بعد ترشيح قائمة من سيتم انتدابهم في السنة الدراسية القادمة 2024-2025 يعني في إطار الحرص على الرقمنة وحسن الرقمنة وتوفير الضمانات الكفيلة والكافية برقمنة المعطيات ونيل المستحقات المالية ومعرفة الترتيب واضح جدا شكرا جزيلا سي منذر عافي مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة التربية على كل ما أفتنا به يعطيك صح بارك الله فيك نعود نرجع لك نعيمة في موضوعنا الثاني لأنه ضيفنا في الانتظار أكيد. اليوم مش نتحدث على انتظارات مربي الماشية من الموسم القادم نعرفوا اللي الموسم هذايا اللي تعدى كان موسم صعيب شوية وإحنا تابعنا الموضوع منذ يمكن من قبل رمضان نحكيه على الموضوع هذايا معنا سي حمادي البوبكر
بكري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين والمكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. صباح النور وعيدك مبروك. صباح الخير أختي نعيمة، صباح الخير لكل سادة المستمعين في الإذاعة الوطنية. حماد أبو بكر عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي في العمل الصيد البحري. الموضوع اللي عنده أهمية كبيرة هو أثناء وأنه بعد ما تبعث ربما الإدارة الجديدة اللي ستعنى ديوان الأعلاف واللي هو ديوان الوطني للأعلاف واللي هو باش يكون لبنة جديدة تضاف لدعم القطاع الفلاحي. الديوان الضيق بحول الله باش يلعب دور محوري في تعديل الأسعار، وهو اللي باش يكون عنده كذلك معناها آفاق جديدة وباش يعاون مربي الماشي، لأنه تعرفوا سي شهاب وأنه السنوات الفارطة هي سنوات جفاف، سنوات عجاف، الله عاد يعودهم علينا وعلى تونس وعلى أمين. كل بلدان العالم أمين يا رب، لأنه ما إلا كل بشر. سنوات الجفاف أضرت بالقطاع الفلاحي خاصة، أضرت بالثروة الحيوانية، ارتفاع درجات الحرارة تشوفها معناها شيء كبير، المواردنا المائية زاد كيف كيف نقصت برشا، وبالتالي اليوم نقصت ولكن مش كي عمناه، لأنه كنا في حدود 27 طلعنا ل 37، توا آخر الأرقام 31 وشوي 31.2 بالضبط في الموارد المائية. تبقى السنة الحاجة الإيجابية في شهاب أنه الموسم يعتبر طيب جدا في خصوص نرجع مش محصول زراعي زراعة الكبرى، مش نحكي على حاجة مرتبطة أساسا بالأعلاف. أثناء ثم شوية قرط موجود الحمد لله، التبن موجود أثناء خيرات من عند ربي، واللي الفلاحة بش يولوا يخزنوه وبش يخلوه العام وعامين، لأنه اللي تعدى علينا كما حكيت لك مع الله عاد يعيده. الفلاحة سلمت في القطيع متاعها نتيجة الغلاء المفرط معناها المدخلات الانتاج هذية. اليوم وكي ولت عندنا كميات كبيرة من التبن وشوية من القرط والشعير موجود، إن شاء الله القطيع متاعنا سيعود تدريجيا من العام الجاي الحي بحول الله، يعود القطيع في بلادنا إلى سالف وعهد معناها القديم قبل التفريط فيه. وإن شاء الله نولوا معاش نخمه لا على الحليب وعلى علوش العيد وعلى اللحوم الحمراء، بطبيعة وقت يكثر الانتاج بطبيعة باش ترخص الأسعار وتكون في متناول الجميع، لأنه نعرفوا المواطن التونسي تكبد الكثير من معاناة تاع غلاء المواد الفلاحية، ولكن في المقابل الفلاح قاعد يعاني في معاناة ضنكة كبيرة ياسر من غلاء مدخلات الانتاج خاصة في الأعلاف في تربية سي حمادي. سي حمادي نحب نتفاعل معك في نقطة حتى نوضحوها للناس. راو باهي برشا كي تبدا فما صعبه ومتوفره بن بكميه كبيره والمؤشرات الكل تحكي فيها صحيحه، ولكن هذا اذا كنا نعيشوا في المدينه الفاضله، ولكن احنا نعيشوا مش في تونس، وتعرفوا انه هذه فرصه للمحتكرين والمضاربين، لانه كي يبدا التبن موجود بشكل كبير يبدا سومه طايح. فشنو اللي يصير وهذا اللي تعودنا به لسنوات للاسف الشديد، انه يشريوه بسوم رخيص ويخزنوه وبعدين يبيعوه يعني مضاعف مرتين وثلاثه، وهذا اللي تعاني منه تونس. شنو هي الضمانات اللي تخلي اليوم، هل انه اليوم مثلا الاتحاد الوطني للاعلاف يكون ضمانه ويقطع دابر هالمحتكرين اللي عملوا في فينا من خلال هالتصرفات، انه ياخذوا التبن رخيص يبيعوه غالي، وتعرف انت بالت التبن وبالت القرد قداش وصلت في الاونه الاخيره. شوف بالنسبه انا اعطيك ثم اجراء خذها سيد وزير الفلاحة ومشكور وسي سيد رئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية. كانت قبل الأراضي الدولية عندها أراضي دولية شاسعة برشا وكلها في مناطق الإنتاج متاع الزراعات الكبرى أغلبها. أثناء خذوا إجراء من بيع وش التبن. كيفاش؟ التبن اللوتي دي مش قاعد يبيع في التبن تو، قاعد يخزن فيه ديوان الأعلاف. والتخزين اي التخزين ما نعرفش ديوان الأعلاف، اما هو مبدئيا يخزن فيه لنفسه للدواوين الاخرى، لان الدواوين الاخرى باش تعاود ترجع تربيه الماشيه، باش تعاود تعمل الحليب، باش تعاود تعمل الغنم وغيره وغيره وغيره، وبالتالي الوضعيه باش تكون اقل حده. وقت اللي تلقى انت في معناها في بعض
كيما الدواوين معناها راهي ملايين من 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 بعض التبن عندها. صحيح. باش يولوا هذاك اثناء الاجراء اللي خذاوه التوصيه تاع سيد وزير الفلاحه وتوصيه سيد رئيس المدير العام تبن تو نشوفوا فيه ملوح موجود معناها ما نقولش ملوح مازال موجود في الحصايه وقاعدين ينقلوا فيه للي زوت يدي وقاعدين يخزنوا فيه بطبيعه هذاك ما دام هو عند الدوله تنجم ديوان الاعلاف هذاك تاخذه هي على حسابها تخلص فيه الديوان الاراضي الدوليه وتخليه هي تعدل به السوق تعدل به بعدش السوق بالضبط سهل ياسر العملية هو سمعنا نحن رو سي حمادي نتفاعل معك حتى توضح الصورة للناس سمعنا وأيضا وأنه اتخذ قرار وانت تصحح لي وأنه يمنع منعا باتا بيع القرط لأي جهة ما عدا الديوان الوطني للأعلاف وكيكا باش تكون العملية مضبوطة ويكون المخاطب وحيد يعني ما فماش متداخلين في العملية لا, لا, لا أنا لا أعتقد هذا الإجراء وما سمعتش به فلاح يبيعوا في تبنهم للفلاح اخرين فهمني قاعد يهد تهز التبن ولكن ديوان الاعلاف نحكي على القرط راني القرط اليوم القرط كمل ما عادش صحيح لا القرار موجود منه ولا ما بعرف هذا القرط راهو يشد مديده صغيره واللي هذا يخبي نتاعو للشتاء فلاح راهو يخبي القرط نتاعو في دار ولا في جراج ولا في الواحد يخبيه للشتاء باش يستعمله تو ما عادش قرط تو من الموجود حاليا كان تبن فهمتك فهمني اما الاجراء هذايا ما هواش موجود ليس لي به علم ولو اتخذ خطوه في الاتجاه الصحيح شوف شوف ديوان الاعلاف راهو تبعث جديد معناها ما تنجمش تو انت تدخله في كل شيء فهمتني ما ينجم يورد الشعير برخص ينجم يجيب النخالة برخص ينجم ياخذ شويه بن من الدواوين وغيره وبعداش يعدل بها هو سوق ينجم ينجم يتدخل في جيبان الصوجة في المايس يعدل بها سوق اما باش يخدم خدمه نتاع تاجر صغير ولا نتاع فلاح صغير لا اعتقد انه هذا دوره اكبر بكثير من الدور اللي معناها يداولوا فيه العباد ولكن ايضا بعث من اجل قطع الطريق امام المحتكرين والمضاربين وهذا شهاب قال هنا المدير العام والمدير صديقنا نجم الدين العكاري حاب يتفاعل معك في هذه النقطه هو المدير العام لديوان الاعلاف كانت عنده لقاء معنا لهنا في استديو وتحدث في نفس التوجهات هذه سواء بالنسبه للقرط او التوريد بعض المكملات الأخرى للدواب كما كنت تحكي أنت النخالة والصوجة وغيرها باش على الأقل كان فيها برشا احتكار وحتى ثلاثة شركات تقريبا فقط كانت هي اللي مسيطرة على السوق يحب الديوان يكون تحته كل شيء ويتصرف ويشوف السوق قدامه ويتبعها بكل كل وضوح حاجة أخرى حبيت توصية أخرى اللي هي عملت لنا شوية جزء من الأزمة متاع الخرفان والعليلش وغيرهم هي ذبحان الأناثي الفتيمة معناها لدى الجزارة وخاصة على في الكياسات الشواية وغيرهم رغم موجود قرار يظهر من وزارة التجارة ووزارة الفلاحة لكن هذا هو اللي مازال وهذا لإقضاء على الجزء من القطيع باعتبار كي تذبح الأناثي ما يقل ثم زاد بعض الأمراض وانت تنجم تأكد هنا حكاو هنا عديد البياطرة اللي استضفناهم تولي الناعجة معاش عندها عمليات إجهاض زاد هي كل المرأة عندها برشا نسب نتاع إجهاض فيهم خاطر قلة التلقيح وقلة استعمال الأدوية عديد معناها الوصايا ولا التوصيات اللي لازم يتم العمل بها خلال الفترة القادمة باش نرجعوا معناها العدد من نتاع الخرفان سواء في علوش العيد أو في غيره وتعديل السوق خاصة أنه الفترة الأخيرة يعني الإقبال على علوش العيد ما كانش كبير برشا وصارت نوع من المقاطعة وعدم الإقبال قولوا على الشراء في الفترة الأخرانية في الأسبوع اللي فات صحيح صحيح شوف هو رو العمل ما يكون منجز إلا ما يكون فيه الأطراف كلها معناها تجلس في طاولة واحدة وتتحدث على استراتيجية وطنية سواء في الألبان سواء في اللحوم الحمراء سواء في الدواجن سواء في كل القطاعات أنا دائما وأبدا نحكي على القطاعات الاستراتيجية الحياتية للمواطن إذا كان ثم الأخيان البياطرة ما يفيدوا بي اعتقادي وأنهم البياطرة قاعدين يقوموا بمجهود جبار وكبير برشا في الأرياف لمعاضدة جهود الفلاحين بطبيعتهم هم يخدموا على رواحهم منتصبين وثم بياطرة تابعين وزارة الفلاحة زادة كيف قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وجبارة
وبالتالي العمليه كلها مرتبطه ببعضها. اعتقادي وانه من كل شيء في تونس نجموا نحوصلوه ونجموا نخرج بنتائج عمليه اللي هي تربح المجموعه الوطنيه. كيف نقول تربح المجموعه الوطنيه؟ راهي من المنتج للمستهلك للمصدر، الناس كلها راهي دبات متعشيه كما يقولوا. ما سماش حاجه اللي معناها تمنعنا وباش نطبقوا حاجه تفيد المجموعه الوطنيه. يعني يعني يعني, يعني سي, سي البوبكري، يعني احنا اليوم تنجموا من خلالك نبعثوا رسائل طمأنينه للتوانسه، وانه عيد الكبير الجاي ان شاء الله كان بقينا حيين العلوش ماهوش باش يكون غالي كيما المره هذه، وراه باش يتوفر بكميات كبيره نظرا للاسباب اللي ذكرناها ان شاء الله. انا ربما شوف، هو علم الغيب لا يعلمه الا الله، احنا دائما وابدا نقولوا ربي غيثنا بالنصر. هذا 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 مفروغ منه، هذا مفروغ منه، ولكن انا اليوم مستضيف في البرنامج رجل اختصاص، ولد ميدان، ولد ميدان، اي، والمعطيات اللي عنده تكون اقرب الى الواقعيه الى 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 الى, إلى, إلى المنطق. فانت تتوقع وانه ان شاء الله العام الجاي باش يتوفر؟ نتوقع انه العام الجاي الحي باش ترجع القطيع نتاعنا في تونس للكميات المعهوده. واذا رجع الكميات المعهوده بحول الله ستكون هناك استقرار في الاسعار، وما عادش تكون هناك، معناها باش تكون عندنا ان شاء الله وفره في الانتاج. هذايا معناها ان شاء الله يتمم علينا ربي بعام باهي بخريف إن شاء الله. لانه روق يجي العام خريف باهي طبعا، وتتعب السدود وتتعب الابار وتتعب الوديان والعيون ترجع تخدم، راهو باش يعمل خير على الناس الكل. وبحول الله والسميع العليم ستكون تونس خضراء من شمالها الى جنوبها، وستكون وفره الانتاج زاد كذلك خيرات من عند ربي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبقي ستر على تونس في اخر ربما كلامي اللي نقوله لكم. ونتقي الله في 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 بعضنا، وما نسرقوش الماء وما نضربوش وما نحتكروش. احنا زاد عديد التصرفات اللي تعاون برشا ضروري وانه نقطع معه. يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. يعيشك كثر خير اخويا، يعيشك. عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحين سي حمادي بوبكري على كل ما افدتنا به. مواصلين معاك يا نعيمه. نواصلوا. هو الحق انا السؤال هذا كنت باش نسالوا يا اخي، سالوا شهاب، خلي يفرحوا العبيد خاطر بالحق العيد هذايا ما عايدوش برشا. ونتذكروا اللي احنا كي كنا نحكيوا على الاضاحي، تتذكر كي خذينا الفلاح اللي من سيدي بوزيد قال الاغلاف راهي غاليه برشا، على هذاك راهو العلوش غلي. ان شاء الله منا للعام الجاي هاي مازال عام تتحسن الامور، تتحسن الامور والناس الكل تعايد فرحان. والناس اللي قالوا بجوز ملايين العلوش ياخذوه هما تو، الجزاره ما قالوا باش يوصل جوز ملايين يشريوه انتم تو جوز ملايين. نتفائلوا الخير. نمشي والمجلس نواب الشعب باش نشوفوا لوين وصل مشروع قانون المتعلق بتنقيح احكام الشيك دون رصيد. نحكيوا على الفصل 411، ومعنا عبر الهاتف رئيس لجنه التشريع العام سي ياسر القراري. صباح النور وعيدك مبروك. مرحبا بك سي ياسر القراري. وشكرا على الاستضافه، ومرحبا بكل متابعي الاذاعه الوطنيه، وعيدكم مبروك. كل عام وانت حي بخير سي ياسر، يعطيك الصحه. شكرا شهاب، شكرا صديقي، بارك الله فيك، الله يخليك. وين وصلنا اليوم سي ياسر؟ تعطلنا ياسر، تعطلنا برشا. الأكيد هذا يعني أصبح ملحوظ، وأصبح يعني مقلق، والجميع أصبح يجمع على أنه وصلنا إلى معناها مرحلة تعطيل مش مقبولة. ونحن في مستوى لجنة التشريع العام أكدنا على هذا، أكدنا أنه بعد أكثر من سنة من العمل وأكثر من سنة من الانتظار مش ممكن انه ننتظر اكثر، مش ممكن انه عائلات تونسيه تبقى تستنى اكثر في علاقه بأوضاعها الاجتماعيه، في علاقه بابنائها في السجون، في علاقه بابنائها اللي في حاله فرار، وكذلك مش ممكن الاقتصاد التونسي يبقى بهذه العطاله في ظل انه المعنيين بهذا الملف في جزء كبير منهم اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي معناها يعني يعانوا في علاقة بأزمة الشيكات وأزمة المؤسسات الصغرى المتوسطة عموما. أي شكون تعطيل منين؟ كيف علاش تعطل؟ علاش تعطل؟ احنا خلينا نذكروا انه يعني تم إحالة المشروع الى مجلس نواب الشعب منذ تقريبا اسبوعين،
المشروع اقتصر فقط على احكام الفصل 411 من المجلة التجارية، والحال انه يعني كل التوافقات التي بنيت، كل النقاشات التي اديرت محورت حول عملية اصلاح شامل ومقاربة شاملة لاصلاح نظام المعاملات بالشيكات، تقوم على جملة من المرتكزات اساسها اذا تحمل إذن البنك جانب من المسؤولية في علاقة بإصدار هذه الورقة التجارية، تحسين الأداء المصرفي في علاقة طبعا بتمويل المؤسسات الصغرى المتوسطة باش ما تضطرش تتعامل بآلية الشيك مؤجل الدفع، إذن إرساء نظام يعني جزائي جديد إذن نخرج به، إذن والتوجه أن نخرج به من طبعا يعني العقوبة الجسدية، وأيضا تسوية الوضعيات القائمة باعتبار أنه ما نجموش نرسو قانون للمستقبل، والحال أنه عنا إشكاليات قائمة فالقانون سيكون للمستقبل لكن لابد من معالجة إشكاليات الآنية القائمة. هذه التوافقات التي بنيت لم نجدها في مشروع القانون الذي عرض على مجلس نواب الشعب، ولذلك عبرنا من يعني من داخل لجنة التشريع العام ومن داخل البرلمان عن عدم مقبولية هذا المشروع، وشفنا إذن أيضا أن رئيس الجمهورية هو مش عبرته فقط، أنتم قلتوا أنه نحن لسنا مكتب ضبط للحكومة، هذا نعم التعبير. نعم هذا في الحقيقة يعني لا يتعلق فقط بمسألة فصل 411 إنما بالعمل البرلماني ككل، نحن نريد عملا برلمانيا يرتقي إلى مستوى تطلعات شعب تونس، نريد عملا برلمانيا يعني يستجيب إلى يعني ناخبينا توصيات ناخبينا، إذن في هذا احنا ما نجموش كل ما يرد من الحكومة نتعاطى معه وكأنه معناها مسلم، نحن نناقش ما يرد من الحكومة ونريد أن تكون البرلمان بصمة في مشاريع القوانين، لذلك نتقدم بمقترحات قوانين صادرة عن مجلس نواب الشعب. على كل وهذاك علاش انتخبوكم التوانسة؟ طبعا هذا دورنا وهذا واجبنا تجاه شعب تونس. إذن في هذا احنا قلنا أن المشروع هذا لا يرتقي، ونفس الشيء رينا أنه رئيس الجمهورية بدوره عبر على أنه هذا المشروع الذي وصل إلى البرلمان إذن لا يرتقي إلى مستوى تطلعات اللحظة وإلى مستوى الطرح اللي قدمه إذن رئيس الجمهورية بنفسه. إذا الجمهورية تحدث عن معادلة ثلاثية تقوم على حقوق الدائن والمدين وإذن يعني إدماج المؤسسات المصرفية في تحمل جانب من المسؤولية في نظام المعاملات هذا، إذن في المشروع لم نجد هذه المعادلة الثلاثية، ولذلك رئيس الجمهورية رناه أنه استقبل السيدة وزيرة العدل واستقبل السيد رئيس الحكومة إذن بعد ما تم إرسال المشروع إلى مجلس النواب، وأكد على ضرورة إتمام إذن المشروع من خلال إرسال الفصل 410 وكذلك إرسال نظام تسوية إذن يتيح لمن هم بصدد تقضية عقوبات، لمن هم في حالة فرار إذن فترة إذن معقولة لتسوية وضعياتهم. إذن نحن في حالة ترقب لهذا، إذن تم التواصل بيننا وبين الجهة التنفيذية، طلبت الجهة التنفيذية أنه يتم إمهالها يعني بعض الوقت يعني ما هو وقتاش كان من المفترض وأن يتوافيكم وقتاش كان الوقت المتفق عليه؟ والله شوف يعني باش نتحدث على 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 باش ننتظروا الى ما لا نهايه سي ياسر زاد مش معقول، هذا ما لا نقبله. احنا قلنا اجل معقول، اذا المعطيات اللي عندنا تقول انه المشروع تمت اعاده هيكلته وفق التصور اللي طرحه رئيس الجمهور، لانه هو المشروع في الاصل جاهز منذ البدايه، لو تم اعداده مشروع كامل لكن لم يكن مشروعا في صلب المجله التجاريه كان سيكون اذا مشروع قانون مستقل بذاته، بما انه المشروع ورد في اذا صلب المجلة التجارية والفصل 411 فلا بد من تكييف المشروع إلى مقتضيات المجلة التجارية حتى يتلائم الفصل 400 مع الفصل 410 وفصل 411 وأحكام التسوية. المهم أنه ما نعلمه أنه فيه جهد بذل في هذا الاتجاه في إعادة التطويع في مستوى وزارة العدل إذن، وأنه سيتم إرساله إذن إلى مجلس نواب الشعب، المطلوب عرضه على مجلس الوزراء، والحقيقة
احنا انتظرنا انه مجلس الوزراء لهذا الاسبوع ان يعرض على مجلس الوزراء، الا ان ورينا البارح وفوجئنا انه مجلس الوزراء لم يعرض مشروع القانون، والحال انه لجنة التشريع العام اذا في كل مرة اذا تقر جلسة وتنتظر. نحن نريد ان نمضي بشكل توافقي، نريد ان المشروع اللي توافقنا عليه هو الذي يوضع على الطاولة، لكن مش معقول انه نبقى نستنوا الى ما لا نهاية. هذا الحقيقة غير معقول. اذا كان مفترض ما جاكمش طلب امهال باسبوع مثلا بعشر ايام والا ما زلتوا تنتظروا؟ هو الحقيقة طلب الإمهال جاء إلى حين استكمال المشروع، والمشروع يعني المعطيات، كل المعطيات تفيد أنه المشروع جاهز، وأنه المشروع يمكن فقط عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس نواب الشعب. لا أعرف إذن ماذا يحدث، إذن من هي القوة إذن النافذة التي تمنع وصول هذا المشروع إلى مجلس نواب الشعب؟ والحال وأنه تابعنا اجتماع مجلس الوزراء اللي يتعلق بعطل الأمومة والأبوة، وكنا ننتظر مجلس الوزراء بخصوص موضوع الشيك دور رصيد، ولكن هذا ما صارش. نعم احنا قلنا أن الحكومة يجب، وهذا أكدنا عليه، أن الحكومة يجب أن تتجه نحو المحاور المهمة، المحاور الحاقة في البلاد، أنه لابد أن تتجه نحو المحاور الاجتماعية، أنه تتجه نحو المحاور الاقتصادية، أنه ملفات عديدة من بينها ملف الأمومة وهو ملف مهم إذن ونثمن عرضه، لكن أيضا لدينا ملف الفصل 411 إذن والمجلة التجارية بشكل عام. وفي استعجال نظر سياسر ولا؟ نعم، وورد معه استعجال النظر، وبالتالي إذا نعتقد أنه مش ممكن مزيد. خلينا نسمع صديقنا نجم الدين العكيري من بكر يطلب في الكلمة. يلا سياسر أهلا بك، حبيت نستوضح منك باعتبار أنه مجلس نواب الشعب قرر باش يدخل في عطلته الصيفية السنوية يوم غرة أوت ويتواصل إلى آخر سبتمبر ما يرجع إلا في أكتوبر. بون صحيح قال لي ثم إمكانية جلسات استثنائية طيلة أيام العطلة ولجان باش تواصل عاملها خلال العطلة، تصوروش اللي مازال ثم إمكانية باش يتعدى قانون الشيكات وخاصة مبادرة العفو اللي قاموا بها زاد أيضا بعض نواب الشعب قبل العطلة وإلا صعيب شوية؟ والله احنا في تقديرنا أنه مهم جدا أن نرسل رسائل إيجابية للناس، كيف ما اليوم معناها من خلال المشروع القانون الذي عرض مشروع الأمومة أنه فيه رسالة إيجابية إلى العائلات التونسية وإلى نساء تونس، ايضا هذه الفئه الاجتماعيه اللي تستنى فينا منذ اكثر من سنه، اذا اجتماعيا واقتصاديا من خلال المؤسسات المتعاطله نرسل لها رسائل ايجابيه. مهم جدا انه قبل العطله البرلمانيه، علما يعني اخي فن انه نجم الدين طبعا انه العطله البرلمانيه تشمل فقط الجلسات العامه ولا تشمل اعمال اللجان وتتواصل اعمال اللجان تتواصل قلت اعمال اللجان تتواصل، لكن اذا نحن نحب انه ننظر فيه في اللجنه ونحب نحلوه الجلسه العامه ونحب نعرضوه على الجلسه العامه قبل شهر نهايه شهر جويليا. اذا ما الحكومه ارسلت لنا المشروع فاننا سنتعهد به في اقرب الاجال ونمرره الى الجلسه العامه. لذلك اذا من هذا المنبر الاعلامي إذا ندعو الحكومه انها تسرع في تمرير هذا المشروع اللي في تقديرنا انه جاهز وما يحتاجش كل هذا الكم من الوقت، تمريره الى مجلس نواب الشعب من اجل اذا عرضه على اللجنه ومنها الى الجلسه العامه. وانتم في حل من كل ارتباط يتعلق بالتعطيل، يعني التعطيل مش تبعكم فقط. سياسر بعد اذنك ما نحبش ناخذ في دقيقه، البرلمان اليوم يناقش مشروع قانون يتعلق بالبنايات الايله للسقوط. نعم اليوم يعني جلسة عامة تتواصل طيلة هذا اليوم ويوم غد للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنايات السقوط والتي تعهدت بعفوا لجنة إذا التخطيط الاستراتيجي، إذا وعقدت فيه سلسلة من جلسات تقريبا 14 جلسة منذ 6 أشهر وهي تشتغل على هذا المشروع، إذا بالشراكة مع وزارة التجهيز، بالشراكة مع عمادة يعني المهندسين والمهندسين المعماريين، بالشراكة مع إذا وزارة الثقافة فيما يخص يعني
المدن العتيقة بشكل عام وصيانة المدن العتيقة في شراكة مع الجمعيات التي تعنى بصيانة المدن العتيقة. إذا أنهت اللجنة إذا عملها، واليوم معروض على نظر مجلس نواب الشعب الاطلاع على مخرجات أعمال اللجنة، تقرير اللجنة، ثم المصادقة على المشروع والفصول التي وردت فيه، واللي إن شاء الله سيساهم في حل إذا جملة من الإشكاليات في علاقة بالبنايات القديمة، البنايات التي تحتاج ترميم، البنايات الآيلة للسقوط. إذا ستدعم جهد البلديات، جهد المواطنين إذا في خاصة في المناطق العتيقة والقديمة واللي فيها بنايات آيلة للسقوط، إذا من خلال تعزيز تدخل وزارة التجهيز في هذا السياق. إذا هذا تقريبا لمحة أولى وحوصلة عامة حول هذا المشروع الذي يعرض الآن ويتم تلاوة تقريره بمجلس نواب الشعب. بوركت جهودكم، شكرا جزيلا، بارك الله فيك سي ياسر القراري رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب على كل المعطيات اللي فتنا بها بطبيعة الحال، حتى راهو حتى المتابعة تخلق الخبر. احنا نحكيه في موضوع فيه استعجال نظر، تعطل، نشوفوا الأسباب بالضبط، منين السبب، علاش تعطل اليوم؟ المواطن التونسي يسأل علاش واقفة للمسألة، فاستوضحنا الموضوع. نحكي سياسة بعد موجز منتصف النهار، اتصالات بعدد من مندوبي السياحة، المنسير المهدية تبرقة جرباء الحمامات، هذا باش يكون في فقرة الملف بعد الموجز. تسمعوا معنا اليوم سفينة النوب بعد نشرة ماضي ساعة مع فؤاد بن شعبان، المجلة التربوية.